بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقتنا مستمرة مع الفئة الصعوب، وهذا الشوط أيضا في مجموعة أشواطنا، شوطنا الثاني للفئة الإبكار. نسير وياكم أيها الحفل الكريم على المقدم وعلى الصدارة جمهرة خليفة بن حمد بن شطيط المالكي مع المركز الأول. أما في المركز الثاني التغيير اللي طرى وجرى مع المركز الثاني الواري خليفة بن علي الوهيبي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث بشعار الرشيدي مع المركز الثالث مع الشاهنية راشد بن سالم الرشيدي، والمركز الرابع بشعار بن خويطر على المركز الثالث والرابع المراكز راشد بن خويطر المالكي. هذه النتيجة. عودة للصدارة أيها الحفل الكريم إلى مقدمة هذا الشوط اللي انطلقت مع الصدارة مع القيادة هذا الشوط الواري 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 على المركز الأول على الصدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام من تتحقق الناموس والانتصار الجميل بهذا الانطلاقة الجميلة هذه الوارية، ما شاء الله تبارك الله على هذا النوعية وعلى هذا الشكل الجميل. سلالة سلهود بن غدير، سلالة سلهود بن غدير نوعية بالفعل، النوعية اللي تبحث عن النوعية بهذا الانطلاق الجميل. تهانينا والناموس الخليفة بن علي الوهيبي على هذا الانتصار الجميل. المركز الثاني كان هناك بشعار ايضا بشعار رشيدي في المركز الثالث. نحيل لجنه الخط والنهايه، تهانينا والناموس لخليفه بن علي الوهيبي. والتوقيت الزمني دقيقه 41 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.